السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في القناة. مرحبا ألف طبعا يا أخوان في هذا المقطع. الأسبوع هذا مهماته مرة حلوة مختصة في الأوتوشوب، مهمات اللي موجودة على السبورة اللي في الأوتوشوب، المهمات السيارتين اللي توصلها للزبائن عليها فلوس، والنقاط الزرقاء اللي تكون موجودة في الخريطة، بس بشرط يكون عندك الأوتوشوب عشان تظهرك النقاط الزرقاء هذه. فمهمات جدا أسطورية، جدا الصورية فوق ما تتصور. يعني اللي ما يطلع فلوس هذا الأسبوع من المهمات هذه حمار، بالعربي حمار. بغض النظر عن الجلتشات، أنا أتكلم عن اللي يلعب مهمات، مو يروح يجمع لي بضائع حقة الهالوين، مدري الحشيشة، مدري إيش. ألعب المهمات هذه تطلع فيها فلوس. هذا الأسبوع الفلوس في الأوتوشوب سكر. فخلينا نخش معاكم في الموضوع على طول ونوريكم قديش طلعت لي فلوس المهمات هذه. فمبارك اذا كنت تكررها كل شيء. طبعا هذه السياره تعدلها في الاوتوشوب بلاش طبعا، وتروح توصلها لزبون. فالزبون دحين مبسوط ما شاء الله، اوه انها سياره رائعه، نعم نعم انها كذلك. شو كم اعطاني فلوس؟ 110,000، مو بطاله، خلال دقيقه يمكن. طبعا هذه اللوحه تلعب مهمتين والثالثه تجيك عليها فلوس، مهمتين والثالثه تجيك عليها فلوس، مهمتين والثالثه تجيك فلوس. طبعا تقدر تلعب المهمه لحالك او واحد من اصدقائك، ما في مشكل. فانا لعبتها لحالي لانه احب العب المهمات لحالي، يمكن يجي واحد معايا غشيم ما يعرف يلعب، كل شيء اخسر 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 اخسر. فانا خلصت المهمه، طبعا المهمه حقت القطار الكل يعرف انها صعبه وانها صعبه كذلك. فوصلت خلاص للرجال، خلصت المهمة. والرجال دحين يجي يستلم مني الشنطة، طبعا هي شنطتين تاخذها وتروح تسلمها بعدين في مهمة القطار. فأعطيته الشنطة، تفضل يا صديقي خذ هذا المبلغ. نعم شكرا. فشو كبت الليلة في النهاية؟ 344,000 دولار، والاكس بي 3200، ما عليك من اكس بي. طبعا هذه السياره الثانيه اللي موجوده في المقر، طبعا كل بعد فتره يمكن كذا 10 دقائق تجيك سياره جديده في الاوتوشوب، يلا روح بيع، تجيك سياره جديده، يلا روح بيع، تجيك سياره جديده، يلا روح بيع. طبعا سياره حطيت فيها اضافات زياده، يعني تعرف حب اتفلسف، فزعلان الحرمه، واعطت 109,000، يعني مبلغ حلو 100,000 في دقيقه. ما تعب نفسك تاخذ سياره توصلها بس، والمشوار قريب كمان. طبعا هذه المهمه النقطه الزرقاء اللي موجوده في الخريطه، اذا كان عندك الاوتوشوب تحس نقاط زرقاء تظهر لك احيانا كذا عشوائي في الخريطه، تاخذها وتوديها للميناء. اهم شيء لما تركب السياره لا تطلع سلاح ابدا عشان ما تخرب معك المهمه وبس. واعطوني 40,000، وهذا كان كله في المقطع. سلام.